يوم نظر العلماء لصور المريخ الآتية من المركبات الفضائية، عرفوا أن المعلومات اللي تناقلوها عبر مئات السنين تختلف تماماً عن المعلومات اللي كشفت عنها هذه الصور. وبمجرد أن أصبح عند العلماء إجابات شافية عن الأسئلة القديمة اللي كانت تشغلهم، ظهرت أسئلة جديدة على ضوء ما كشفت عنه المعلومات الجديدة. ليش نحن دائما نحاول معرفة الأسرار اللي تتعلق بالمريخ ونسعى من 50 سنة اللي طافت لكشف آثار وجود الحياة فيه؟ هل قدر الكوكب الأحمر أن يجمع ما بين أمريكا وروسيا بعد ما فرقتهم الحرب الباردة؟ في سنة 1988 وقبل إطلاق الاتحاد السوفيتي مهمتين للمريخ هم فوبوس 1 و2، بدأت أمريكا تشعر بالقلق بعد النجاحات المتكررة للسوفييت في الفضاء. وفي هذه الفترة حاولوا العلماء السوفييت أنهم يقنعون علماء أمريكا أنهم يتعاونون لاستكشاف عناصر الحياة على المريخ، لكن الأمريكان ما قبلوا لأنهم كانوا مركزين على بناء المكوك الفضائي. لكن مع مرور السنين صار البلدين يشعرون بارتفاع كلفة المهمات الفضائية، ووصلوا لقناعة بأن التعاون هو نقطة البداية لإنهاء الصراع، ما من فايدة ولا يليق بأهل العلم. وبدأت تظهر دعوات لتكثيف التعاون الفضائي لوضع خطة لإرسال إنسان إلى المريخ. وبالفعل بدأ التعاون بين روسيا وأمريكا في المريخ بداية سنة 1989، يوم قدمت ناسا صور جمعتها مركبات ميرنر وفايكينغ لسطح الكوكب الأحمر لمساعدة الروس على اختيار أنسب المواقع لإرسال روبوت إلى المريخ. وكانت الخطة السوفيتية تستهدف تنفيذ هذه المهمة في سنة 1994 عشان تبحث على أدلة عن وجود الحياة على المريخ. تخيلوا أن بالرغم من الحماس الأمريكي الروسي لكشف كوكب المريخ، إلا أن هناك فترة استمرت 12 سنة من دون ما تم إرسال مسبار إلى الكوكب الأحمر. هذه الفترة استمرت من سنة 1975 عند إطلاق فايكينغ 1 و2 حتى سنة 1988 عند إطلاق مركبتين لدراسة قمر المريخ فوبوس، وحملت هاتان المركبتان نفس الاسم فوبوس 1 و2، وكان المفروض أنهم ينفذون رحلة مدتها 200 يوم عشان يوصلون للقمر الأكبر للمريخ. في أواخر فبراير 1989 تم الإطلاق بالمواعيد المحددة، وكانت هذه المهمات باعتقاد السوفييت خطوة مهمة على طريق كشف أسرار المريخ. إلا أن هذه الآمال تبددت يوم توقف فوبوس 1 عن العمل بسبب خطأ في نقل التعليمات من الأرض، مما جعل الألواح الشمسية تتجه بشكل معاكس للشمس، وهذا سبب نفاذ الطاقة. أما فوبوس 2 فشلت بسبب عطل في عقل المسبار. وهكذا قدر لهذا المشروع اللي صممت له أجهزة دقيقة أن يتحول إلى فشل. في 3 أسئلة شغلت علماء الأجيال السابقة وما لقوا إجابات شافية عنها طوال هذه السنوات، إلا أن تدفق أجيال الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية بعث آمال عند العلماء من جديد لمحاولة البحث عن وسيلة جديدة تجاوب عن هذه الأسئلة اللي تتصل حلقاتها وكأنها تدور حول محور واحد، وهي كم عمر الكون ومتى وكيف كانت نشأته؟ ما هو أصل الحياة فيه ومتى وكيف بدأت؟ هل هناك حياة ذكية فوق كوكب غير الأرض؟ كل هذه الأسئلة كانت تتصاعد كل ما وضعت خطة مشروع فضائي، لأن كشف غموض هذا الكون المجهول كان هدفاً رئيسياً للعلم منذ الوجود. عادةً يوم نتكلم عن حياة في كواكب ثانية دائماً نفكر بالمريخ اللي له تاريخ طويل مع محاولات استكشاف الحياة على سطحه، وهذه المحاولات لها محطات كثيرة مش فقط في الفضاء بل على الأرض أيضاً.
وواحدة من هذه المحطات كانت في سنة 1995 يوم أعلنت العالمة مونيكا جرادي الباحثة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن إن نتاج الأبحاث اللي أجريت على قطعة صخرية نيزكية أوضحت ما يشير إلى وجود مواد عضوية مركبة فيها، وإن من المرجح إن هذه الصخور أتت من المريخ. واعتقد حينها العلماء إن الحياة على الكوكب الأحمر محتملة، لأن هناك دلائل قوية على أن الماء كان موجود عليه، وكذلك ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والأمونيا. ولهذا فلا يستبعد أن تكون الحياة وجدت على هذا الكوكب داخل صخوره وليس فوق تربته. طبعا هذا الإعلان ما سلم وقتها من انتقادات العلماء والمختصين، وأهم سؤال كان كيف ممكن توجد دلائل للحياة في هذه النيازك اللي قطعت مسافات طويلة في الفضاء؟ ولكن سنة بعد هذا الإعلان كتب أحد علماء ناسا مادة في مجلة ساينس ذكر فيها أن النيازك قدمت دلائل على الحياة في المريخ، وذلك بعد دراسة نيزك لقوه في منطقة القطب الجنوبي في سنة 1984. وحتى الإعلان الأمريكي ما سلم من انتقادات المشككين وأسئلتهم، شو هو الدليل على أن النيزك أتى من المريخ؟ ليش ما احترقت مظاهر الحياة البدائية في النيزك أثناء رحلته الطويلة إلى الأرض؟ الجواب تم اكتشافه بعدين يوم عثر العلماء على مجموعة أحيائية اسمها إكستريموفايلز، تقدر تعيش وتتطور بظروف مناخية قاسية مثل الأماكن الخالية من الهواء أو في درجات الحرارة المرتفعة جدا. وفي المقابل وقفوا علماء مع هذا الاكتشاف ودافعوا عنه، ومن بينهم العالم كارل سيغان اللي عرض صور للكرة الأرضية تم التقاطها عبر الأقمار الاصطناعية من ارتفاع 500 كيلومتر على العلماء المتشككين، وسألهم إن كان أي واحد منهم يقدر يأكد من مشاهدة هذه الصور على وجود الحياة على كوكبنا، وطبعاً ما حد جاوبه. وعلى أثر هذا التحدي المقنع خرجت بعض الصحف بعناوين ضخمة تقول هل توجد حياة على الأرض؟ العلماء ما يأسوا يوم من استكشاف هذا الكوكب المثير، وما بتتوقف جهودهم خاصة فرضية وجود الحياة على سطحه. بعد سنوات طويلة من الدراسة والبعثات الآلية ما زال المريخ لغز محير. هناك العديد من البعثات تواصل البحث عن أجوبة لأسئلة علمية، وهي هل كانت الحياة عليه في الماضي البعيد؟ هل الحياة ممكنة على هذا الكوكب الأحمر؟ سؤال وجود الحياة على المريخ وجه سعي البشرية لاستكشافه، ولذلك نحن دائما نسمعه يتكرر كل مرة. ولكن مع كل هذه الدراسات نحن وين وصلنا؟ شو هي الإجابات اللي نحن حصلنا عليها؟ رحلتنا إلى المريخ مستمرة والمحطات كثيرة،